رح ننتقل اكيد للاعمال اليدويه. باقتراب عيد الفطر معظم الناس بيفكروا شو ممكن تكون الهديه المناسبه للعيد، والغالبيه بفضلوا انه تكون القطعه اكيد شغل يدوي وفيها ذوق وفن. لنتعرف اكثر شو هي الهدايا المناسبه بالعيد اكيد معنا السيده رشا كشاكي. سعد صباحك رشا، واهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكي رشا. صباحك. يعني بظل غلاء الاسعار بس بدنا نعيد، وبزينه ممكن هي موجوده بالبيت نرجع نعيد تدويرها. خلينا نحكي عن بعض الافكار يلي فينا نستفيد منها بالعيد. ينعاد عليكم يا رب. هلا مثل ما تفضلتي وحكيتي، بظل الغلاء يعني مو كلنا عم نقدر نزين بيوتنا بالعيد ولا عم نقدر نأمن احتياجات اولادنا، ففينا باشياء بسيطه من البيت نفرحهم، بالذات بالعيديه. يعني العيديه الولد حتى لو كبرنا نحن بنضل نحب العيديه، بنحب اول يوم بالعيد بس كرمال العيديه. في كثير افكار فينا نستخدمها نعملها مثل هيك شيء، مثلا لاول يوم العيد لنقدم فيها العيديه لاي حدا بنحبه، مثلا مثل برتكليت طريز نشتغله. تمام. والعيديه اللي كلياتنا بننطرها بالعيد. محطوطة. هي تمام. فكره بسيطه كثير، عباره عن قطعه خشب. شو بتعمل 500 هلا؟ بتعمل شيء بس هي زينه مع اللون الازرق. وبتعمل هلا الولد شو ما كان بيفرح بالمبلغ. صح. يعني همه الهديه اكثر من همه المبلغ. اكيد صح. اكيد شفناها منيحه الكاميرا بينت. صح. خلينا بس هيك نفرجي الفكره قديش هيك مهضومه. هي بسيطة ومهضومه وقليله التكاليف بنفس الوقت، حلوه. ويعني اول مره بنشوف هيك فكره عن جد. طيب. بس انا كمان اللي لفت لي نظري اكثر، انت الفرح والعيد او انت الفرح والعيد. انت الفرح والعيد. هذا البوكس قديش حلو ينهدى بالعيد وينحط بقلبه، شو الواحد شو ما بده يهدي في جواته. كمان يدوي. خلينا نفتحه. تمام. طيب. هو عباره عن بوكس خشب كمان شغلنا، رسم يدوي، في شوكولا، برتكليت تريز. تمام. وفي كمان قلادة من الورد الطبيعي مجفف ومطلية بالمادة الريزين، بتضل الوردة الطبيعية فترة كتير طويلة، فحلوة تضل هدية ذكرى. وحتى بس تفتحي الريحة كلها بتطلع ورد. بتلاقي شغلات كتير حلوة. فكرته بسيطة بس بنفس الوقت هي قيمة الهدية برمزيتها يعني وبالتفاصيل. تمام. اللي فيها. وفي تمام. الواحد يحط أي شيء بقلب هالبوكس، يعني ما ضروري بس هدول الأشياء. كتير حلو. كمان خلينا نشوف شو جايبة معك يا رشا. كمان هدية للأولاد، فكرة كتير لطيفة بما انه الدنيا شوب. هي بوري مثل كمان القطع الموجودة هنيك، وكمان فينا نحط جواتها العيدية، يعني ممكن أي ست بيت لتفرح أولادها بأول يوم العيد، فكرة كتير حلوة ومهضومة وشوكولا أكلات طيبة بالإضافة للمبلغ اللي كل الأولاد بينطروا أول يوم العيد. فكرة كتير بسيطة كمان حلوة. هدول أصلا هن شوكولا. شوكولا، قطع شوكولا نفس السمارتي وأكلات طيبة. كمان عم نشوفها بمجسم. هذا المجسم كمان لشهر رمضان. صح؟ تمام. خلينا نحكي على البوكيه. هي كيف خطر ببالك كمان انه هي الفكره تكون بالعيد؟ يعني نحن دائما بنشوف الورود ب يعني عيد الام مثلا، بالفالنتاين وهيك، يعني بمناسبات معينه. هلا الورد بكل المناسبات. تمام. حلو. يعني باي مناسبه الورد افضل هديه بتكون. بتلاقي بالعيد بس العيديه ناطرين العالم. هلا في مع البوكيه في بطاقه هي كمان للعيديه، هي مع البوكي اللي بايدك. تمام. كمان بينحط جواته مبلغ مع اضافه، هون بينكتب الاسم. فكرته كثير بسيطه بس لانه يدوي ومشغول هون بتنحط العيديه. اوكي. تمام. فكرته كثير بسيطه ومهضومه وقليله التكاليف، يعني فكره حلوه كمان جديده. اكيد. نعم. كمان خلينا نشوف في شيء بيتعلق على الحيط يا رشا. تمام. كمان هدول كلهم هاند ميد. كمان كلهم هاند ميد. بس خلينا نعرف كيف الطريقة اللي فينا نشتغل فيها. هي شيء من أسلاك معدنية. أسلاك. وخيطان. هي قطعة خشب وأسلاك معدنية، ممكن تتوافر بأي محل من محلات الأدوات المنزلية. طب علمينا إذا أي أم أو أي طفل عم يحضرنا هلا هيك كيف يحضروها؟ هلا جبنا قطعة الخشبة. تمام. الأسلاك المعدنية بس بنجيب السلك وبنشكله على أي شكل، يعني مو شرط هلال ونجمة، فينا بغير أيام، ممكن ورد، ممكن قلوب، أي فكرة ممكن تنشغل، ونلف عليها بكل بساطة الخيطان بدون تلزيق. كمان إيه طبعا لف لف وبس طرفها اللي بيتلزق، يعني كثير شغلتها سهله وبسيطه وبتعطي منظر حلو للبيت.
هلا ممكن تستقبلي حدا يقول لك انا بدي مثلا هاي الفكره، مثلا بدل بوكس انت العيد والفرح، مثلا انه يكون انت العيد والفرح، او مثلا ام حابه تهدي ابنها مثلا بوكس، ممكن مثلا يقول لك انه انا هيك بدي الفكره، هيك الالوان، هيك التصميم، تساعدي وتصممي هذا الشيء. وقديش بتاخذي وقت يعني؟ هلا ما بقي للعيد بكره بعد بكره، يعني ممكن بيوم مثلا تخلص معك؟ هلا نحن بالعيد استنفار كامل بيكون تمام. باي مناسبه نحن اكثر من حدا، معي كثير صبايا وشباب عم يشتغلوا، فأي طلب ممكن يتحضر بنفس اليوم. يعني مثل هيك فكرة، نحن مجهزين البوكسات بصفي الرسم. في صبية اسمها مروة، بوجه لها تحية، كمان شغلة كتير حلو، فدغري بطلب منها، باخذ الفكرة من الشخص اللي عم يطلب الهدية منطبقها دغري على حسب الطلب. بس أكيد بضل في لمستنا الخاصة، يعني هو بيطلب فكرته بيشرح لنا شو بده، بس بضل في لمسة خاصة نحن عم نتنازل عنها، انه نحن بنعمل هيك، شو رأيك؟ ممكن انا فكرته ما كتير تناسبني، ما كتير حبها، حاسة انه بتلايم شغلي، بعطيه فكرتي كمان وناخده ونعطي لانه يطلع شيء حلو. نعم بالنهاية رشا، خلينا كمان نحكي، بداخل اي بيت لازم يكون في كورنر، في زاوية، في اي شيء له علاقة بالعيد. اعطينا افكار والوان دارج السنة، وخاصة بتزيين البيوت يلي نحن اشتقنا لبهجة العيد وللالوان. أكيد. ايضا يعني السنة حسيت بالعيد اكثر، مع انه الوضع الاقتصادي على الجميع صعب، بس العالم حابة تفرح، حابة تعيد، كثير حسيت في طلب على الزينة السنة، العالم حابة تزين بيوتها بعد فترة كثير صعبة، مرت كورونا وحجر وهيك، السنة في عيد والعالم حابة. بالنسبة للالوان، الوان الفرح والعيد كلياتها، يعني ما في لون معين، الالوان البهجه بتعطي مثلا الاحمر الاصفر، حتى في ناس عم تطلب اكثر من لون، يعني بكون تشكيله الوان كامله بزاويه واحده. انت مع انه ينعمل طاوله وزاويه ولا لا تتقسم بكل ارجاء البيت؟ هلا حلوه الزاويه بالبيت، حلوه انه زاويه فيها خاصه بالعيد، يعني شوكولا والضيافه وهيك بالاضافه للورد والزينه، لا حلوه فكرتها. خلينا نحكي على شو بيصير الاقبال، اكثر شيء اكثر شيء مطلوب، بما انه قلتي عندكم ضغط كثير الناس شو حابه هلا؟ هلا حاليا شغلنا اكثر شيء بالاكسسوارات اليدويه، كمان هاند ميد، بالنسبه للتطريز عم نشتغله كثير، الورد الطبيعي، الاحجار، في عندنا قسم جلديات كمان، اشغال يدويه، احذيه وحقائب، كمان فتره العيد عم ينطلب كثير، اجمالا يعني كل شيء عم ينطلب. نعم رشا، كمان كثير من الاشخاص صاروا عم يشتغلوا الشوكولا بالبيت وعم يزينوها بالبيت، في افكار جديده للشوكولا لتتقدم بالعيد، وكيف طرق تغليفها بشكل هيك بيتناسب مع العيد وتنحط وتنصف بطريقه مهضومه؟ اكيد في كثير طرق، انا حاليا ما بشتغل بالشوكولا، بس احيانا بينطلب مني، وفي صبيه كمان بتساعدنا بهالموضوع، شغله كثير حلو، يعني ممكن عم نشتغل حاليا قطع هلال ونجمه بعيد الفطر وبرمضان، كمان فكرتها حلوه عم تطلع. تمام، خلينا نحكي عن الاسعار، هي الاسعار مناسبه للوضع والظرف اللي عم نمر فيه كنا، يعني مثلا اللي حابب ياخذ اي قطعه من عندك يعني ممكن تكون مناسبه برايك؟ هلا حاليا كل انسان له دخل معين، له قدر معين ممكن يشتري. في ناس انه مدخوله بيكون معين، انه بتخلي بدي هديه، نحن كمان انه حسب مدخول الشخص وقدرته الماديه ممكن نطبق الهديه، يعني في مبالغ كثير بسيطة ممكن تطلع فكرة كثير حلوة وجميلة ومناسبة للمناسبة، مو شرط نتكلف، أنا ضد إنه الهدية تكون قيمتها كثير كبيرة، لا بالعكس، في أشياء كثير بسيطة ما تكلفنا وتطلع وتعطي جمالية أكثر من التكاليف. يعني كل شخص حسب قد إيه معه، بيقول لك أنا طبعا. معي هذا المبلغ، إنه معي أنا مثلا هالمبلغ بدي طبق الهدية، الحدود بتشتغلي له أو بتعطيه أفكار، فأنا بصير أعطيه أفكار وأقول له ممكن نعمل هيك ونعمل هيك، كل إنسان عنده قدرة فبنشتغل على هالأساس. نعم رشا، خلينا نشوف شو معك، لسه اغراض ما شفناها، هلا في هي كمان هي نفس الفكره كمان. الهلال والنجمه كمان حلوه لزينه البيت، اذا عملنا زاويه كمان حلوه تنحط بعيد الفطر، وعم نشوف في كروت ايضا معايدات بافكار جديده، بس خلينا نفرجيهم لانه هدول يعني ما بدهم شغل، لا شغلتهم كثير بسيطه. في هي القطعه كمان عباره عن اسلاك معدنيه، اسلاك موجودة بأي مكان، كثير كثير سهلة وبسيطة، بتشكل كمان حلوة للعروس كمان. تمام حلوة للعروس وحلوة مع العيدية، هي فكرتها انه مع العيدية كمان، هذا كرت ممكن ينحط جواته كمان المبلغ للعيدية، كثير فكرته مهضومة أكيد. والألوان كمان هي بتعطي بهجة، ألوان العيد، ألوان البهجة. طيب مين بيعطي الأفكار؟ يعني أنتم مثلا فريق
قد ايه عددكم انتم كفريق؟ خلينا نحكي عن روح العمل الجماعي لحد ما عم تقدروا تطلعوا هيك قطعه متميزه. مين بيختار الفكره وكيف يعني بيتم التنسيق وامتى مثلا بتبلشوا لتنفيذها برايك؟ هلا احيانا كثير بيجي الشخص هو معه الفكره وحابب يشتغلها، احيانا انه بيجي حابب يقدم هديه، حابب يعمل شيء، نحن بنعطيه افكار، النت عم يساعدنا كثير، في كثير اشياء عم نحاول نطبقها بالصور، وفي افكار نحن عم نحاول نعملها جديده تكون، يعني نحن مثل ما حكيتي انه فريق كبير، كل واحد بيعطي فكره، نشترك كلياتنا مع بعض لنطبق ونعمل شيء حلو. الوقت عددكم انتم؟ يعني في صبيه مروه بتشتغل رسم، في ميرنا لمروه اكيد، في ميرنا الدريم كاتشر وهالقصص هي بتشتغلهم، في اكثر من حدا فيه لجين، نحن يعني كتار كل واحد اختصاصه بشيء. تمام رشا، يعني فريق كامل يعني عمره قليل، يعني قصدي عمركم بهيدا التيم تقريبا ثلاث سنين واثبتوا حالكم اكيد بافكاركم، نتمنى لك كل التوفيق. بالختام معايده بتحبي توجهيها لكل مين عم يتابعك ولكل مين بحب يعمل الهاند ميد؟ ينعاد على الجميع بالخير يا رب، وان شاء الله السنه الجايه تكون افضل على الكل، وبتمنى السلام والخير للجميع، وان شاء الله نكون الشغل اللي عم نشتغله عم ينال اعجاب الكل، وينعاد عليكم يا رب. وعليك.